بسم الله الرحمن الرحيم. تنشر بعض الأوساط المعادية للدروز بدعة مختلقة تدعي بموجبها أن الدروز يقفون دائما مع الحائط الواقف، وكأن لا مبدأ لهم ولا عقيدة. والحقيقة التاريخية تشير أن الدروز ليس فقط أنهم لا يقفون مع الحائط، وإنما هم الذين يجعلون الحائط يقف ويسندونه. وللإيضاح استمعوا لما أقول. الدروز أول ما تصدى للصليبيين حينما كانوا حكام لبنان. فخر الدين المعني الثاني الدرزي بنى وأسس لبنان وحكم من حدود تركيا حتى العريش بالمساواة بين جميع الطوائف. سلطان باشا الأطرش ألهب الجماهير العربية عندما أشعل الثورة السورية الكبرى وحقق الاستقلال فيما بعد. رشيد طليع الوجيه الدرزي أسس بناء على طلب من الشريف حسين المملكة الأردنية الهاشمية، وكان أول رئيس حكومة فيها. الأمير مجيد أرسلان رفع علم الاستقلال في بشامون عام 1943 ورسخ كيان الدولة اللبنانية. الوجيه فؤاد حمزة قام بمهام وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عند تأسيسها، وفتحها أمام الأمم لتصبح اليوم قوة عربية عظمى. الزعيم كمال جنبلاط قاد ثورة عام 1958 في لبنان من أجل كرامة الإنسان، كل إنسان. مقابل ذلك توجه نابليون بونابرت طالبا المساعدة من الدروز حينما عجز عن فتح عكا عام 1799، فرفض الدروز ذلك. قاوم الدروز إبراهيم باشا الذي احتل المناطق العثمانية من مصر حتى حدود تركيا ولم يتمكن من احتلال جبل الدروز. تصدى الدروز لكل الحملات العثمانية على جبل الدروز وتغلبوا عليها. خربت قرى جبل الدروز في الثورة السورية الكبرى وقتل الآلاف من سكانه من أجل وحدة سوريا، بينما نعم غيرهم بالمناصب والزعامات. تعدى الطاغية أديب الششكلي عام 1954 على الدروز وقصف الجبل بالطائرات السورية، ولم يرغب سلطان الأطرش أن تراق دماء عربية، لكن تصدى للطاغية الشيخ جبر داهش معدي وهدده فتنحى عن الحكم. تهدمت البلاد السورية في الحرب الأهلية الأخيرة ونزح أكثر من 6 ملايين لاجئ سوري خارج الحدود، لكن جبل الدروز ظل عامرا يستقبل النازحين من كل الطوائف. هذه بعض الحقائق واضحة أمامكم، وأنتم جميعكم ما زلتم تنعمون بدفء الحائط الذي رفعه لكم الدروز.